واشنطن فعلا جادة في طبيعة الكلام عن الخيارات المفتوحة، الخيارات الأخرى في حالة فشل المفاوضات النووية خاصة، وأننا نتحدث عن إدارة بايدن هنا. نعم، الجواب البسيط نعم بالتأكيد. أنا أعتقد أن واشنطن جادة في هذه التحذير والضغوط، لكن في نفس الوقت أنا أخيم أنه نحن لسنا أو نحن بعيد من اللحظة الأخيرة. المعنى أنه أنا أعتقد هذه التحذير الهدف الضغط المعنوي والدبلوماسي والنفسي على النظام في طهران، وليس دليل على استعداد أمريكا للنفوذ العسكري في المستقبل القريب. بالعكس، نحن كلنا في انتظار استئناف المفاوضات في فيينا بالنسبة للملف النووي، ونحن كلنا في انتظار المشهد الداخلي السياسي في العراق، الذي أنا أعتقد يجب علينا الكل، على إيران وعلى أمريكا وعلى العراقيين أنفسهم، نوع من التردد أو الإدراك الواقعي بالنسبة للاحتياج لتشكيل حكومة عراقية جديدة قبل ما نحن نرى أو نحن لن نرى. هذا بتوقف طبعا على الخيارات المقبلة، نوع من مواجهة مباشرة بين أمريكا وإيران على أراضي العراق، وأنا لا أتوقع ذلك، وأنا لا أتوقع ضربة عسكرية أمريكية، لأن كما أنا ما قلت الخيار الأول أو الأولويات الآن دبلوماسية وسياسية وليست عسكرية. طيب، ولكن سؤال، هل ستقبل إيران بهذه الضغوط؟ الكثير من الضغوط، قنابل نووية وتهديدات وتوريط إيران في الضربة التي تمت على قاعدة التنف، الكثير، حتى إسرائيل نعم. تهدد، السعودية تهدد، يعني برأيك نعم. سيدي الكريم، هل سترضخ إيران؟ لا، أنا أعتقد أنه نحن نرى ضربات إيرانية محدودة وغير فعالية، بصراحة كاملة غير ناجحة فاشلة. الحقيقة أنه ما كان في ضحايا أمريكان في هذه الضربة على قاعدة الطنف، وما كان في ضحايا أمريكان في ضربات من قبل إيران ومن قبل الميليشيات الموالية لها في الأراضي العراقية في الفترة الأخيرة. ولذلك أنا أعتقد بصراحة كاملة إنه هذه الضربات الإيرانية الرمزية أكثر منها فعالية أو جادة، ولذلك نحن لا نرى بصراحة ردود أفعال عسكرية أمريكية لهذه الاستفزازات الإيرانية. لكن أنا أعتقد إن إيران تدرك إنه لو كان في ضحايا أمريكان في هذه الضربات في المستقبل، النتيجة سوف تكون رد فعل أمريكي قوي، وهذا ما صرح العقيد جنرال أوستن في المؤتمر في منامة أخيرا، وهذا ما قال كمان بلسان ربما أكثر دبلوماسي أو خفيف أو لطيف المستشار الأعلى لشؤون الشرق الأوسط في المجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماجيرك في نفس المؤتمر.